باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الأحد السادس من الصوم المقدس الكبير اللي معروف بأنه اسمه أحد التناصير، والكنيسة بتقرأ علينا فصل الرجل المولود أعمى باعتبار أن قصة معجزة شفاء المولود أعمى هي إشارة واضحة جدا لسر المعمودية. كونه يتولد أعمى إشارة إلى أن كل إنسان بيولد بالطبيعة الفاسدة. الوحيد اللي يقدر يشفي هذا المرض هو المسيح، فالوحيد اللي يقدر يخلص البشرية من الطبيعة الفاسدة هو المسيح الخالق. عشان كده المسيح قال أنا نور العالم. الرجل ده محتاج نور، والنور الوحيد هو المسيح. وبعدين عشان يشفيه تفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بها عيني المولود أعمى. لاحظوا السيد المسيح لما تفل على الأرض معناها خارج من فمه الطاهر مية. وطبعا السيد المسيح يوم ما أعطى الروح القدس للتلاميذ يقول الكتاب نفخ في وجوههم. النفخة دي معناها الروح القدس. فالحاجة اللي خارجة من فم المسيح حاجتين، الماء والروح. ودي إشارة جميلة للمعمودية اللي هيشفي بيها هذا الرجل المولود أعمى. عشان تكتمل الصورة قال له اذهب اغتسل في بركة سلوان. كلمة اغتسل هي كلمة اعتمد أو تغطس، وكلمة سلوان معناها المرسل. وفي الحقيقة المرسل ده أحد ألقاب السيد المسيح، لأن الآب أرسل الابن ليخلص العالم. فاغتص في المرسل معناها اختفي جوه المسيح. فالمعمودية هي فعلا اختفاء في المسيح، لأن الكتاب بيقول الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. الراجل ده راح اغتسل في البركة فعاد بصيرا، ودي فيها إشارة لأن المعمودية هي سر الاستنارة. عشان كده هو قال أعلم شيئا واحدا إن كنت أعمى والآن أبصر. الإنسان قبل المعمودية إنسان في طبيعة فاسدة أعمى، مش شايف نعمة ربنا، لكن لما بيغطس في المية بياخد النعمة الإلهية وبيستنير. وعشان كده احنا قبل المعمودية بنخلي الشخص اللي اتعمد او الإشبين شايله باصص ناحية الغرب يجحد الشيطان. الغرب بيرمز للظلام والموت والشيطان والخطية، وبعدين يتجه ناحية الشرق يرمز للنور، يبقى وشه في النور، وبيرمز للقيامة يعني يوم جديد بإشراقة جديدة، بيرمز للرجاء والأمل المتجدد، بيرمز كمان للمسيح اللي هو شمس البر والشفاء في أجنحته. لما الإنسان بيتجه ناحية الشرق معناها وشه استنار، فيبقى دي فيها إشارة للاستنارة اللي بناخدها بسر المعمودية. اليهود لما تعاهدوا مع بعضهم إن أي حد يعترف بالمسيح إنه يخرج من المجمع. كلمة يخرج من المجمع يعني يطرد من شركة اليهود. ده شيء طبيعي جدا، أي إنسان هيدخل في المعمودية صار مقطوع من الوثنية أو مقطوع من الديانة اللي كان عايش فيها قبل كده أو من الوثنية. لما اليهود بدأوا يحققوا مع هذا الرجل قالوا له اعطي مجدا لله. اعطي مجدا لله دي إشارة إن هم عايزين يقتلوه، لأن نفس التعبير ده كان يتقال لأي واحد يحكم عليه بالإعدام قبل ما يموت، يقولوا له اعطي مجدا لله، كأنها يعني آخر اعتراف بالله علشان لما يموت يدخل السماء حسب معتقدهم. فنفس العبارة دي قالها يشوع ابن نون لعاخان ابن كرمي، اعطي مجدا لله. كان فيها تهديد علشان يحرف الحق، إنهم بيقولوا له لو ما قلتش اللي على مزاجنا هنقتلك. لكن الراجل ده بسبب الاستنارة اللي أخدها من المسيح كان يتكلم بحكمة وقوة أكتر من الفريسيين المتعلمين اللي هم كانوا يعتبروا علماء في الدين ومعلمين للشعب. وقال لهم فعلا كنت أعمى والآن أبصر. لما أخرجوه خارجا جاله المسيح وقال له أتؤمن بابن الله؟ فقال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له الذي تراه هو والذي يكلمك. فقال أؤمن يا رب، وسجد له. أتؤمن بابن الله؟ هو نفس السؤال اللي بتسأل عند المعمودية، والإنسان يجب أن يعلن إيمانه ويقول أؤمن يا رب، ويسجد للمسيح
عشان كده المسيح قال أنا جئت للعالم دينونة حتى يبصر العميان ويعمى المبصرون. يبصر العميان معناها الناس اللي عندهم طبيعة فاسدة، ياخدوا الطبيعة الجديدة بالمعمودية ويبقوا أبناء الله. يعمى المبصرون معناها الحكماء في أعين أنفسهم، والناس اللي بيظنوا ان هم مفتحين قوي يبان قد ايه هم مش فاهمين حاجة وذهنهم مظلم، زي بالظبط الفريسيين اللي كانوا مفكرين ان هم عارفين كل حاجة وطلعوا ما يعرفوش حاجة. علشان احنا في الاحد ده بنشاور باشارة واضحة جدا على المعمودية، هتلاقوا فيه مزمور عشية يقول محصتني بالنار. طبعا لان المعمودية هي نار، ودي اللي قالها يوحنا المعمدان عن معمودية المسيح انه يعمد بالنار، والمسيح برضو قال نفس العبارة لأبائنا الرسل. في انجيل عشية بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، ودي معناها ان الواحد لما بقى في عهد المعمودية يبقى في نظام جديد، الباب الواسع بتاع الحياة المرحرحة اللي فيها عدم اجتهاد وفيها رخرخة كده في العمل الروحي، والإنسان ما يبقاش مجتهد مع الله. الباب الضيق معناها الصيام والصلاة والسهر والوقوف ضد الذات، وقوف ضد الشيطان، ويبقى الإنسان شديد في الحرب، لأن الآية تقول ملعون من يعمل عمل الرب برخاء. لازم نكون شداد، وإلا يتقال لا أعرفكم من أين أنتم. دي موجودة في إنجيل عشية. وبعدين يقول إن آخرين يصيرون أولين وأولون يصيرون آخرين. طبعا الآخرين اللي هم جم في الآخر بسبب المعمودية بقوا أولين، والأولين اللي هم كانوا يعرفوا ربنا زي اليهود والناس اللي كان مفروض لهم علاقة مع الله، لكنهم صاروا آخرين، جم في الآخر لأنهم رفضوا المعمودية أو رفضوا الإيمان بالله. والسيد المسيح قال ها أنا ذا أخرج شياطين وأتم الشفاء اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. معناها هنا الكنيسة بتربط ما بين كلام المسيح ما بين المعمودية، لأن المعمودية موت وقيامة، عشان كده قالت في اليوم الثالث أكمل. وأثناء دي بقى بيعمل إيه؟ بيخرج شياطين. في المعمودية الشيطان بيخرج من الإنسان، عشان كده أبونا بينفخ في وجه الشخص اللي هيتعمد قبل ما ينزل في المية يقول له اخرج ايها الروح الناجس، ويتمم الشفاء لان الانسان في المعمودية بياخد الشفاء من الطبيعة الفاسدة. وبعدين يختم الانجيل بتاع عشية بكلمة انكم لا ترونني منذ الان حتى تقولوا مبارك الاتي باسم الرب. طبعا دي معناها ان احنا في المعمودية بنهيئ ان احنا ندخل ملكوت السموات اللي فيه، واحنا داخلين بنقول مبارك الاتي باسم الرب، لأنها ندخل يوم مجيء المسيح الثاني. في مزمور باكر يقول احمي قلبي وكليتي لأن رحمتك أمام عيني هي قد ارتضيت بحقيقة. دي معناها ايه؟ احمي قلبي وكليتي معناها يا رب سخنهم. طبعا الإنسان لما يدخل في عهد المعمودية الله بيعطيه نار الروح القدس جواه، فتخلي قلبه اللي هو مشاعره وكليتيه اللي هم عواطفه وأعماقه يبقوا سخنين في علاقتهم مع الله. وفي انجيل باكر بيركز على الآية اللي بتقول انتم جميعا اخوة، لاننا في المعمودية صرنا ابناء لاب واحد واباكم واحد وهو الذي في السماوات، فاحنا اخذنا نعمة التبني لله الاب من خلال المعمودية. وبعدين قال للكتبة والفريسيين المتعصبين اللي هم رفضوا مشورة الله من جهة انفسهم، قال لهم ويل لكم لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تدعون الداخلين يدخلون. وحش قوي إن الواحد يقف حجر عثرة قدام الآخرين، لا هو بقى كويس ولا ساب الآخرين كمان يكونوا كويسين. وقال لهم ويل لكم لأنكم تطوفون البر والبحر لتكسبوا دخيلا واحدا. طبعا هنا دي فيها إشارة للمعمودية، إن بيجي ناس وغرباء يبقوا داخلين في الإيمان بتاعنا، بس بالنسبة لليهود كان إيه؟ بعد ما يدخلوا يصيرونه ابنا لجهنم مضاعفا عليهم. إحنا ما يصحش كده إن حد يجي يبقى مسيحي وبعد كده إحنا نعصره
ويصير ابن لجهنم، ويبقى ينطبق علينا ويل اللي قاله المسيح على الكتبة والفريسيين، قال له أيها الفريس الأعمى. طبعا هنا واضح التبكيت للفريسيين ده، لأنهم كانوا عايزين يوقعوا المولود أعمى في التجديف على المسيح، بالرغم أنه هو أخذ النعمة من المسيح، هم العميان، عشان كده قال أيها الفريس الأعمى. في فصل البولس بيتكلم عن أميت وأعضاءكم التي على الأرض. إحنا في المعمودية حصل إماتة للإنسان العتيق، لكن بيبقى له لسه جدر محتاج نموته كل يوم بالجهاد الروحي. عشان كده يقول هنا كملوا بقى اللي انتوا اخدتوه في المعمودية، يلا اشتغلوا بقى بالجهاد الروحي. أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، اللي هي الزنا والنجاسة والهوى والشهوة الردية والطمع إلى آخر. ويقول دي بيأتي بها غضب الله على أبناء المعصية، أبناء المعصية اللي هما متعمدوش، اللي انتم قبل كده سلكتم فيها حينما كنتم تعيشون فيها قبل ما تتعمدوا. أما الآن انتوا خلاص بقيتوا مسيحيين، إذ خلعتم الإنسان العتيق ما أعماله يوم المعمودية، ولبستم الإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة في كل يوم طبعا حسب صورة خالقه. يبقى المعمودية دي مش قصة وانتهت، دي فعل مضارع مستمر، احنا لسه بنكمل الجهاد بتاع النعمة اللي أخذناها في يوم المعمودية. ويقول برضو في فصل بولس ان انتوا دعيتم الى جسد واحد، هذه الدعوة كانت يوم المعمودية. في فصل الكاثوليكون بينبهنا، كتبت هذا إليكم لتعلموا أن لكم حياة أبدية أنتم المؤمنون باسم ابن الله. طبعا الإيمان اللي هو ختم بالمعمودية بيدينا حياة أبدية. وبعدين التنبيه بقى، نعلم أن كل مولود من الله لا يخطئ. ما يصحش أن أنت بعد ما تعمدت تقعد عايش في الخطية، بل المولود من الله يحفظ نفسه ولا يمس الشرير. فدي نصيحة جميلة وتنبيه خطير، ان طالما انت دخلت في عهد المعمودية ما تغلطش. ودي طبعا الكلمة اللي قالها المسيح قبل كده للمريض اللي شفاه، قال له ها انت قد برئت فلا تعود تخطئ لألا يكون لك شيء اشر. طالما انا شفيت من طبيعة الفاسدة في المعمودية، ما يصحش ان انا استمر الخطية واستمر فيها. هختم بقى في فصل الإبراكسيس، بيتكلم عن الليلة 14 ونحن نحمل تأهينا في بحر أريدية. طبعا بولس الرسول كان السفينة انكسرت بيهم في البحر وتايهين، والدنيا بقت ظلام وليل، لكن ابتهلوا أن يصير النهار. كانوا في ظلام ساعة لما انكسرت بيهم السفينة، لكن أشرق عليهم النهار. ودي إشارة للإنسان المولود أعمى وسفينة حياته عمال تتلاطم في بحر العالم، وبعد كده هيغرق، وبعدين يجي ربنا يشرق عليه ويعطيه نهار وينجيه من الغرق، زي بالظبط لما ربنا نجى نوح وبنيه وزوجتهم من الطوفان، وبقى الطوفان ده رمز للمعمودية، ونجتهم رمز للإنسان اللي هو غطس في المية وطلع زي بني إسرائيل لما عبروا البحر، وكانت البحر بالنسبة لهم معمودية أو رمز للمعمودية. عشان كده أختم بقى في مزمور الإنجيل، واستجب لي يا رب عاجلا فقد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني، استمع صلاتي، أنصت بحقك إلى طلبتي. أنا يا رب بقيت ابنك من يوم المعمودية، فأرجو أن أنت تستجب لي بدلة الابن لأبيه، لا تصرف وجهك عني لأن أنا ابنك. طبعا صرف الوجه ده معناه هرجع تاني ابقى اعمى مش شايف ربنا، وهرجع تاني للطبيعة الفاسدة، ويبقى كأني ما تعمدش، وكأن النعمة اللي خدتها كانت باطلة. ما يصحش. يا رب استمع صلاتي، انصت بحقك الى طلبتي. ربنا يعطينا ان احنا فعلا نعيش في نعمة المعمودية اللي احنا اخدناها فضلا وحبا من الله، ونحافظ على النعمة والنور اللي فينا لغاية لما يجي العريس يجد المصابيح بتاعتنا لسه موقدة وكدش اتطفت زي العذارة الجاهلات. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.